On May 29th, I'll bring my bike to participate in a day without a car so we can have clean air for us and future generations. السلام عليكم. كيف انا مواطنه بحالي بحالكم، خصنا نحافظوا على البيئه، وداكشي علاش غادي نشارك في يوم بدون سيارات، وكنطلب منكم حتى نتوما تشاركوا مع 29 ماي ان شاء الله. يوم بدون سيارات غادي نجيو، غادي نجيبوا البيكارات ديالنا، اللي عنده شي بيكاره ديالو يجيبها حتى هو ويشارك معنا في هذا اليوم بدون سيارات. هادشي كامل باش الله يصابهم ويسمحوا الصلاة ديال الطوموبيلات باش نقصوا منه شوية، باش نرجعوا الأيام أيام مراكش البيجا فاش كنا كنشدوا البيكارات ديالنا، نمشي بواحد الطوية جيد باب جديد وشاري معهم السادس واحد الخامس. مرحبا بكم كاملين. جو مابيل عبد اللطيف بوليشا، جو سوي دو لا فيل دو مراكش، هي على مراكش. جو براتيك le vélo presque tous les jours quotidiens et je vais participer avec mes amis et ma famille et toute personne que je le connais, c'est-à-dire pour le 29 mai, dimanche, Inch'Allah. Je donne rendez-vous à toutes les personnes qui vont participer. Ce rendez-vous, ce sera une grande fête pour la ville de Marrakech. السلام عليكم، اسماء حريري. ان شاء الله يوم 29 ماي غادي نشارك في يوم بدون سيارات. جو فوز انفيت باش تشاركوا معنا كاملين في هاد لا جورني، باش نحسوا الناس ولو غير بشويه الاهميه ديال الحفاظ على البيئه من خلال الدراجه اللي هي صديقه للبيئه. وسوي نومبرو le 29 mai je participe à la journée sans voiture à Marrakech pour faire d'une pierre deux coups, préserver ma santé et préserver l'environnement. ان شاء الله 29 ماي موعدنا معكم يوم من غير سياره، نجيب حتى انا البسكليت ديالي وان شاء الله نساهم معكم باش يتجدد المناخ ديال مراكش وترجع ليها البهجه ديالها. السلام عليكم، انا صراغيب طالب كلية العلوم الاسلاميه، غادي نشارك في جورني سون فواتور باش ندعم بيلو بارتاج. السلام عليكم، سميتي ايمن العنداني، 20 سنة طالبة في الطب بكلية العلوم التجارية، فأنا قررت نشارك مع 29 ماي جورنال سون فواتور باش نشارك في بيلو بارتاج. نهار الحد 29 ماي غادي نجيب البيكالا ديالي إن شاء الله ونشارك في يوم بدون سيارة باش الأجيال المقبلة تلقى هواء نقي وتلقى ممرات خاصة بالدراجات الهوائية. نهار 29 ماي ان شاء الله يوم بدون سياره، كتلقى واحد العارفتي باش تشاركوا ان شاء الله، شي تشاركوا معنا ولا جاب شي بيكره مقزقزه راه بغا يدي واحد الهديه. يلا هذا نقول لكم حتى انا بغيت نمشي معكم، انا بغيت نمشي للبيكره عندي بيكره. يلا صاحب مبروك، تهلاو يا براسكم.